فريق الأونروا اللي أشبال كرة القدم، رايحين يشاركوا في ثلاث بطولات دولية، بطولة النرويج اللي هو نروي كاب، وبطولة غوثيا اللي هو في السويد، وبطولة الدنا كاب في الدنمارك. بالضبط، هي طبعا مؤسسة الأونروا اللي هو يونايتد نيشن اند وركس ايجنسي فور ريفيجيز، مسؤول عن هذا الفريق. طبعا هذا الفريق من جميع مدارس الأونروا تحت سن 13 سنة، بتم تدريبهم من بداية العام، من بداية العام الدراسي إلى غاية مواعيد اللي هو البطولات الدولية الموجودة. الأونروا من خلال احنا بصراحة مشكورين كتير كتير الإخوة في الممثلين النرويجية، هم المسؤولين عن عملية التنسيق مع وحدة الارتباط الإسرائيلية. هم بطريقتهم الخاصة، بس هم يعني الممثلين هي اللي بتعمل التنسيق والترتيبات. بتلاقوا صعوبة للعبور من غزة مع وحدة الارتباط ولا بتأمن؟ والله يعني الحمد لله ما كانش في أي شيء، الحمد لله.